يعني كممثل للشعب الفلسطيني، كيف تقرؤون سياسات الانتهاك لحقوق الإنسان في الضفة الغربية؟ كنا قد أخذنا شهادة من معتقل سابق تحدث عن اعتقال تعسفي، عن إهانات، عن تعذيب يتعرض لها داخل الاعتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، ما يجري الآن في الضفة الغربية هو فلتان في جميع الميادين والمجالات، هو فلتان أمني وفلتان سياسي وفلتان إنساني وفلتان حقوقي وفلتان اقتصادي ومن جميع الجوانب يا أخي. لا يوجد قانون يضبط الحالة الموجودة، لا يوجد أطر تشريعية، لا يوجد رقابة على تنفيذ القوانين، لا يوجد أصلا صياغة قوانين. ما يجري هو سلب صلاحيات جميع الجهات المعروفة، حتى القضاء، حتى القضاء مسلوب الإرادة. يعني إذا عين محمود عباس مسؤول القضاء الأعلى، يكتب هذا المسؤول استقالته قبل أن يوقع محمود عباس على تعيينه، حتى يرفع هذه الاستقالة في وجهه ويطرده في أي وقت يشاء، والنائب العام كذلك. لا يوجد أي ضوابط، لا يوجد أي قوانين، لا يوجد أي حقوق للإنسان في أي مجال من المجالات. ولذلك أين الرقابة على المال العام؟ أين الرقابة على القضاء؟ أين الرقابة على الفلتان الأمن الموجود؟ يا أخي الكريم، الآن إطلاق الرصاص في الليل وترويع الآمنين وقتل الناس في الشوارع واقتحام المستشفيات واقتحام المؤسسات واقتحام المدارس، هذا يجري في كل مدن الضفة الغربية. يعني هو يمارس هذه الانتهاكات في ظل تعطيله للمجلس التشريعي الذي يراقب أداء أجهزة الدولة. أنا السؤال الآن، هل هذه الأعمال أيضا تعزز وتكرس الانقسام الفلسطيني برأيك؟ أخي الكريم، القضية ليست قضية انقسام فلسطيني، القضية قضية ديكتاتورية شاملة لجميع مناحي الحياة. هو لا يعترف بالآخر، هو لا يوجد انقسام. إذا في انقسام طب تعال عشان نتفي، مش راضي يجي يتفي، مش راضي يجي إطلاقا يعترف بالآخر. القضية قضية سيطرة وهيمنة واستبداد وديكتاتورية على جميع مفاصل العمل. يعني ديكتاتورية وهو لا يستطيع أن يتحرك بإذن إلا من الصهاينة؟ تماما، هذا هو الموجود يا أخي. أسد علي وفي الحروب نعامة. إذن لو في الحروب دجاجة يا ريت حتى نعامة. هو لا يملك شيء، هو لا يملك أي شيء. يقول لك لا، أنا لا أريد أن أحارب مستوطنين، ولا أريد أن أحمي المواطنين، ولا أريد حجارة ترمى على مستوطن، ولا أريد ثورة سلمية، ولا أريد كمقاومة مسلحة، ولا يريد أي شيء. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني شيء غريب. يعني اللهم أني صايم. على كل حال أشكرك جزيل الشكر دكتور مروان أبو راس، عضو التشريعي.